أنا الموعد. السلام عليكم، كيفكم اخواتي؟ شو اخباركم؟ طمنا عنكم. شو الترتيب؟ شو التمعيز؟ كله تمام؟ كيف الغذاء؟ رواق؟ تمام، التمرين تمام والغذاء رواق، امورنا كلها بخير. واكيد اليوم جينا لكم على التمرين. اليوم رح نلعب الترايب، انا لعبنا الباي واليوم رح نلعب الترايب. هل انتم جاهزون؟ اعرف جاهزون وعم تستنوني. عندي علم، اخبركم مفاجاه كثير فظيعه. حنعمل اليوم رياضه ولا اروع من هيك. 30 دقيقة رقص مستمر بدون توقف، رح نحرق فيها سعرات حرارية وبنفس الوقت كثر خطواتنا. أنتم جاهزون؟ إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك الإسرائيلي والإشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. هيا للمعس، لا وقت نضيع. هيا سارس. تمرين الأول. طبعا انا حميت، بس اليوم التحمايه كانت غير شكل، ما حميت الويف، حميت حركات سريعه فظيع اللعب كتمارين هيك ورقص وكذا، عن جد فظيع. رح نبلش بالتمرين الاول، حنحمي عضله التراي. 1 2 3 4 5. اكيد ما في تمرين بدك تحمي، خليك دائما عم تحمي، لانه لازم العضله تكون جاهزه للمعس العظيم. طبعا هي القناة دائما بنحكي انه اذا انت ما عم تتمرن لازم تتمرن، لازم تروح على الجيم، لازم كل يوم ولو 30 دقيقة تحرك جسمك. حرام حرام تظلم حالك وتظلم جسمك. حرك جسمك، تمرن، ان في التمرين السلامة وفي ترك التمرين الندامة. خذوها هي نصيحة، سجلوها هيك عندكم مدوناتكم. فلازم احنا ما نقطع التمرين. إذا ما عندك وقت تروح على الجيم، بيتك لك بتجيب شغلات بسيطة، إذا مع الوقت بتجيب تنابل، بتجيب كذا. بدك مثلا أنت عم تتمرني هذا المطاط مفيد، كنت تلعبي تمارين سويدية. على كل الأحوال خليكم متابعين القناة نستفيد سوا، إن كان أنت إن كان هو. خليكم على المعرفة. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. نعمل 5 مجموعات بالتدريج مزيد اوزان. نشرب الماء. One, two, three, four, five, six, seven.
الخطأ. انجر. مجموعة الأخير أنا عمد من عدد يم اون جو عالمين شي فور فاي سيكس سيف ايه وان تو زي فور فاي سيكس سيف خلص التمرين الأول. للتمرين الثاني ويا المعز. One, two, three, four, five, six, seven, eight. هبنا المجموعة الأولى، هلا المجموعة الثانية بنفس الوزن، وبعد المجموعة الثانية حنزيد الوزن. نزيد الأوزان. أين أنتم يا الشعب؟ نحن قادمون. مجموعة رابعة. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five. الوزن الأخير
الأخير هنلعبها من سدعة دول واحد على البطيء ثانية هنزيد أوزان أين أنتم؟ Shake.
الأخير عملنا المجموعة الأخيرة هلا حسيت عدات هاي زودنا وزن على البطيء الأخير بالتراي بعدها هنلعب سواعد بشكل ثاني يا التمرين الرابع هاي عندهم جاهزون كوان ثبتين للتمريس هيا طبعا زدنا وزن 3
وبالصيف الواحد خلقه بشرب كتير وبيجي التمرين بس ما عليه شيء مفيد يعني. أحيانا التمعيس مع ذات الأوزان مجموعة رابعة. ما عاد في نهائيا المجموع الاخير مع ذات الاوزان حنلعبه 5 حدات. دعونا يا جماعة. فرضت العضلة خالصة. التمرين الأخير هنلعب الصواعد. ساعة عم بتمرن وضعلي ساعة مع التحماية كامل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الأخير بلش من هيك. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لحالك يا صحيح. نحن انتهينا. كان تمرين صعب. نحن انتهينا. يا له من تمرين شاق ولكنه جميل. نعم جميل جدا. سالوس اهلا بنا تراي سواعد
تم المعز على الآخر. أمورنا بخير وكله تمام. إن شاء الله يكون معجبكم هذا التمرين. تمرين أونلاين، خليكم دائما متابعين. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك الأسترالي والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. الأمور كلها بخير. طبعا أنا صلي هلا ساعة وأربع دقايق حارق 672 حرارة. سعر حرارية تعال شوفوا شوفوا ها. هذا الشيء بشكل يومي، بشكل يومي لا انقطاع. نعم نحن الأسترالي هون نلعب الموت. إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. إن عجبكم مثل ما حكينا لا تنسوا اللي بتعرفوا. بشوفكم تمرين أونلاين جديد. أحلى شباب وأحلى صبايا، إن شاء الله يكون عم يعجبكم وعم تستفيدوا وتمرنوا. ها كنت وياه تهرب. يلا سلام.